يعني زي ما شفنا وزي ما تابعنا شخصية البطل روح الفانيلا الحمراء هو ده اللي كان مسيطر امبارح على اللعيبة وعلى المباراة بشكل عام. هنتكلم بشكل تفصيلي عن امبارح، ايه يعني اسباب العودة بهذا الشكل اللي اسعدنا كلنا كجماهير للاهلي، واللي اكيد كلنا بنتمنى ان هو ده يبقى الاداء في كمان الماتشات والبطولات القادمة، وايه كان سبب كمان يعني عدم توفيقنا في الفترة اللي فاتت بالشكل اللي احنا عارفينه وواخدين عليه في النادي الاهلي. خلينا نرحب بس في البداية بضيفنا العزيز جدا كابتن محمد عامر نجم الاهلي السابق. يا صباح الجمال. صباح الفل. اهلا بحضرتك. صباح مبروك علينا. الحمد لله. مبروك. الحمد لله رب العالمين. نستأذن حضرتك نبتدي بالنقطه اللي نهاوند يعني حطت ستريس كده عليها في المقدمه اللي كانت بتقولها عن حضرتك، يعني فكره ان احنا رجعنا بالشكل ده، هو احنا كان مبدئيا لازم نحس بالضغط ده كله عشان يبقى فيه صحوه وعشان يبقى فيه تصحيح للاوضاع، وبالمره برضو نعرف كيف رايت مباراه الامس ابتداء من التشكيل مرورا بالانتهاء بالاداء بشكل عام وانتهاء برضو فكره تصحيح الاخطاء. بص يا كريم، دي قصه وبدايتها سيمبا، هزيمتنا في سيمبا، وهزيمتنا كان لها اسبابها. احنا جايين من كاس العالم للانديه وسفريات رايح جاي رايح جاي، واجواء مختلفه بتنتقل من جو بارد لجو حار، ومباراه ليليه واجهاد وكورونا وتغيير في التشكيل بسبب برضو الاجهاد وبسبب الكورونا والكلام ده كله، ورحنا سيمبا واتغلبنا، وده كان الم. انا قلت قبل كده في حتى في البيت الكبير مع هاني، وقلت لهم احنا الهزيمه دي هتفوقنا جامد جدا، لان احنا يعني وارد ان البطل يهزم، وارد انه يتغلب بسبب ظروف مش بسبب يعني عدم مسؤوليه او بسبب تهاون في الاداء أو الكلام ده كله. لا، ده هو بيبقى غصب عنه، والاسباب اللي انا قلتها دي كلها كانت سبب في ان احنا اتغلبنا من سيمبا، وكان ده الم على وشنا فعلا فوقنا كلنا من لعيبه لجهاز فني الاداره يعني. وفوقنا دوت كان سببه ان احنا لما لعبنا فيتا كلوب في القاهره كان تركيزنا عالي جدا وتفوقنا عليهم بشكل كبير جدا، ضيعنا اكتر من 15 فرصه. يعني انا بقول انا لما دخلوا في 20 تقريبا، والله لا الحقيقيه اللي ممكن نقول ان هم فعلا اجوال، ولو اتكرروا بعد كده مش هيضيعوا مننا 15 فرصه. بس في المقابل ايه؟ في المقابل ان احنا راح علينا ثلاث مرات، ضيعوا واحده وجابوا اثنين، سجلوا في الاثنين. يعني اذا في كان في بعض إيه لا بعض السلبيات عندنا من دفاعنا. المباراه نفسها غرت اللعيبه، لان احنا لما ضيعنا الاهداف دي كلها اللعيبه كانت متخيله ان الماتش سهل، في ده احنا بنروح كل دقيقه بنروح للجول، فالفرص بقت تتوالى تضيع، وما كانش في تركيز جامد جدا، لدرجه ان اللعيبه اللي كانت عاوزه، كل لعيب بيجي له فرصه عاوز يضمنها قوي، فاللي عايز تتحط فيرست تايم ما بتتحطش، لا عاوز يوقفها ويعدلها ويرقص ويضمنها قوي، فما كانتش بتيجي. الماتش ده علم او درسناه كويس قوي، وخاصه موسيماني درسه كويس جدا، وعرف ان فيتا كلوب، احنا طبعا تعادلنا 2-2 وده كان ما كانش في مخيلتنا ان احنا نتعادل، لان احنا طبعا التعادل يدخلنا في ان احنا لازم نكسب بقى بره طبعا. لازم نكسب وبعدين احنا وفيتا كلوب متعادلين، يعني ده اربع، احنا اربع نقاط وهو اربع نقاط، وهو املنا الوحيد. مش عاوزين نبقى الامور في ايدين غيرنا، لان لو تعادلنا امبارح هيصعب المهمه جدا، كل واحد هيروح في طريق، هتستنى نتيجه المباريات بتاعت الفرق الثانيه اللي في المجموعه، يبقى مصيرك في ايدين غيرك، فرصه اضعف طبعا. لكن انت تكسب
يعني الناس كلها كانت تقول لك يا مكسب يا درون، عشان يبقى الامور لسه فيها في امل، لسه في امل. لكن المكسب يخليك انت ماسك الامور بايديك طبعا، والامور في ايديك انت، لان المنافس ليك. احنا نخرج سيمبا بره الموضوع، لان سيمبا كان عنده سبعة بنت وهيلاعب المريخ في المريخ او عنده في تنزانيا وهيكسبه، وفعلا ده حصل، كسبه بقى 10 بنت، واحنا أربعة وفيتا كلوب أربعة، يعني الموضوع التنافس بيننا وبين فيتا كلوب. فالمكسب هو اللي هيخلي الأمور في إيديك. فموسيماني درس الموضوع كويس جدا، وعرف إنهم عندهم سلبيات وأخطاء في دفاعهم. ويعني أنا كنت حاطط التشكيل، كنت حاطط قدام بواليا، يعني التشكيل اللي اقترحته بواليا، وكان محمد شريف وأجايه. هو غير بواليا بمروان محسن، حط مروان محسن محطة، شغل بيه الاثنين اللي هم السردباكين، لأنهم عندهم سلبيات في الدفاع وأخطاء في الدفاع في الحتة اللي بين الباك والسردباك. ودي كان بيلعب فيها الحتتين دول، ناحيه الشمال اجايه وناحيه اليمين محمد شريف، وكان مروان محسن شاغل الاثنين دول. فلو تلاحظ ان اول هدف لمحمد شريف كان في الحته اللي بين السردباكين اللي هي من ناحيه الشمال، وكان الاسيست ليها كان مروان محسن.